مهم جدا ان احنا ننقل التطورات والتعليم العالمي الى فلسطين. عندنا تعليم ممتاز ينقصنا بعض الخبرة، وهناك تطوير اكثر في العالم اللي احنا خلينا نستفيد منه، فنجيب جامعة زي تك، جامعة تك العالمية لفلسطين. هذا شيء عظيم ولأول مرة بتحصل، وإلنا الشرف العظيم أن تحصل على في مدينة روابي. فمدينة روابي هي تدرس الآن في جامعات عالمية مثل تك وجامعة هارفارد وجامعات أخرى، وفي إقبال شديد بالعالم خاصة عند الجامعات على إمكانيات وإنجازات الشعب الفلسطيني. عندما نتحدث عن تطوير التعليم وعدالة التعليم نتحدث عن نهوض أيضا بالكفاءات المحلية، هذا جزء من منظومة التعليم وليس أقلها المدراء ورؤساء الأقسام والمهنيين العاملين في مؤسسات فلسطينية عريقة، مؤسسات فلسطينية رائدة في قطاع البنوك، قطاع الاتصالات، قطاع الإنترنت وغيرها، كلها تشكل بالنسبة لنا قواسم مشتركة نحو تحقيق التنمية وخدمة التعليم وتوفير الدعم لهذه الكوادر، وأيضا توجيهها باتجاه تعزيز مفاهيم القيادي والريادي والإدارة. هذا من مدعاة فخرنا جميعا، وروابي تقدم اليوم هذا البرنامج الذي يعتبر برنامجا رائدا، تقود جامعة رائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوفر هذا الحيز اللازم من الإبداع والتميز وآخر ما يتطلب العلم وموجبات الإدارة من أجل أن يكون هناك تغيير حقيقي في حياتنا الوطنية الفلسطينية. إحدى المحاضرات التي أقدمها في الولايات المتحدة الأمريكية هي عن مدينة روابي. لقد أعددنا دراسة عنها لأننا نعتبرها مشروعاً متميزاً، وأن بشار المصري هو شخصية رائدة في مجال الإدارة، وقد كان ضيفاً في محاضراتي في إحدى السنوات، وتحدث لطلابي عن مشروع روابي وعن الصعوبات والعواقب التي واجهتهم أثناء تنفيذه. وقد دعاني مع زملائي للحضور إلى روابي وتقديم محاضرات فيها، وذلك لسببين: الأول تدريس أساليب الإدارة التي نعلمها في الولايات المتحدة كي تستفيد بعض الشركات الفلسطينية من ذلك، والثاني استغلال هذه الفرصة لمساعدة الشركات الفلسطينية لبدء مشاريعها الابتكارية الخاصة بها. متوقعين من خبرة الأساتذة اللي أجوا يعلمونا هون ناخذ منهم إشي براكتيكال أكثر منه نظري. يعني البرنامج عندنا كتير مكثف، ورح نحكي فيه كتير عن شغلات عملية، رح نطبق ورشات عمل، ورح نحكي في أفكار لقدام طريقة تطبيقها. على الأغلب أنها رح تساعدنا في تطوير أي مشاريع برضو داخلية للشركات تاعتنا وللمجتمع الفلسطيني أو للشباب المتخرجين الجديد. فصراحة كلنا أمل نتعلم منهم، نأخذ من خبرتهم كتير، هم كتير شرحوا لنا عن خبرتهم في المجال هذا، وكتير إشي ممتع أنك تسمعي لهم وتشوف التجارب اللي مروا فيها عشان تتعلم منها.